اهلا بيكم في حلقه جديده ويوم جديد في كل يوم جديد. النهارده هنعمل مع بعض الاكله اللي كل المصريين بيحبوها وهي المكرونه بالبشاميل. اول حاجه بعملها في البشاميل ان انا يكون عندي لبن، عندي بعد كده كريمه لباني عشان تديني طعم عالي قوي، عندي بعد كده دقيق، زبده، زيت، مكعب مرقه، جبنه رومي هتديني طعم برده في منتهى الجمال، وصفار بيضه. تعالوا نعمل ده. اول حاجه احنا قلنا سخن في سخن. يعني ايه سخن في سخن؟ يعني لازم احط اللبن على النار يغلي. ادي عندي نص كيلو من اللبن، بعد كده عندي نص الكمية اللبن ميه. احنا كده كمان بنعمل اكله حلوه وكمان هنوفر. اللبن يغلي مع ميه سخنه وننزل بالميه على اللبن. دي اول حاجه هنعملها. في ناس بتحط فلفل ابيض وفي ناس بتحط فلفل اسود، ما عنديش مشكله من اللي موجود هيعمل لنا نفس النتيجه، بس في الاخر عشان الفلفل الاسود لو هنحطه ما نحطش كتير على اللبن عشان ما يغمقش البشاميل بتاعي. بعد كده هحط ملح واحط معلقه صغيره مثلا او معلقه ونص ومكعب مرقه. هنا انا عايز اعمل بشاميل زي الجاهز اللي بيتباع، بشاميل جاهز، فانا هنا هعمل بطعم احسن بكتير. او مكعب مرقه احطه على اللبن وبعد كده اقلب اللبن بتاعي عشان مكعب المرقه بتاعي يدوب مع الملح والفلفل، وهستنى لحد ما اللبن يغلي. طبعا هنعمل ايه بقى المرحله الثانيه وايه يعني ايه سخن في سخن؟ هاخد الزيت بتاعي نص كوبايه من الزيت، بعد كده الزبده، بعد كده هسيب دول لحد هسيب دي على النار لحد ما الزبده تسيح بالشكل اللي قدامي ده. هاخد هنا على اللبن، ابتدى بتاع اللبن بتاعي يغلي، هحط عليه الكريمه اللباني واقلب كده. هاجي عند التكه اللي احنا قلنا عليها بتاعت الجبنه الرومي، بنحط جبنه رومي على اللبن، والجبنه الرومي هنا مبشوره، اي بواقي جبنه عندك تنفع، شويه اي بواقي جبنه في التلاجه كده ينفع نحطها. خلاص كده احنا حطينا كل الحاجات دي. هنيجي بقى عند الدقيق وربط البشاميل، وهو ده اللي بيتعب ناس كتير قوي. حل دي ايه بقى؟ حلها ان اللبن بتاعي يغلي والزبده كده تسخن وتسيح. اللبن بيغلي مع دي لازم اسوي الدقيق بتاعي، كوبايه من الدقيق اهي. هعمل حاجه اسمها رو. الرو ده عباره عن زيت معاه زبده، او زيت بس معاه دقيق، او زيت او زيت وسمنه، او سمنه وزبده، ايا كان، بس طبعا اخفهم الزيت، ولو زيت ذره يبقى الموضوع ايه في منتهى الجمال. الرو ده عشان اربط بيه اي صوص. طب خلينا نكمل كله بقى عشان ايه، بما انك عايز تعملي اكله سريعه هتحطي شويه زيت في طاسه كمان. نعمل كل الخطوات مع بعضها شويه كده حلوين. عندك بقى شويه اعشاب باقيين، زعتر، روزماري، جوز الطيب، اي حاجه مع كل مع اللحمه، الموضوع هيكون في منتهى الجمال. هنزل بالبصل الاول، وطبعا يفضل بصل احمر عشان البصل الاحمر ما بياخدش سوا كتير. اقلبه كده شويه، وهنزل عليهم بشويه ملح وشوية فلفل عشان انسق بان كل حاجة يكون طعمها حلو، ما يبقاش ان انا حطيت مثلا ملح هنا قليل او ملح هنا كتير فالملح ما يظبطش معايا. طبعا نفس الموضوع، مشتري لحمة مفرومة اقتصادية جاهزة عشان تكون رخيصة شوية، ففي الاخر بلاقي ان اللحمة بتاعتي فيها كمية دهون كبيرة قوي، فعشان واللحمة عاملة زي قطعة كده. حلها ايه؟ حلها ان انا احط لها ملح وفلفل وجوز الطيب عشان اخد طعم حلو. لو عندي زعتر روزماري برده النتيجة كويسة، واحط كمان معلقة من الدقيق على اللحمة كده رشها عشان تشرب الدهون، وفي نفس الوقت تديني قطع اللحمه كده مفروله ومرمله كانها لحمه صافيه. واقلب بقى كده كويس. طبعا شويه زعتر وروزماري على اللحمه دي هيخلي الريحه بتاعتها ايه تجوع الشارع كله مش البيت بس. هنا الدقيق بتاعي خلاص استوى، هديله تقليبه كده، واقوم نازل عليه بسم الله كده، واقوم نازل عليه على اللبن بتاعي على طول. انزل واقلب، وخلي بالك ان الفوران ده لو نقطه جت على ايدك هتعملها مشكله كبيره قوي، فهنخلي بالنا من الحته دي. اقلب هنا كده وانزل بالرو بتاعي كله واقلب. البشاميل فعلا بيتعمل في ثواني اهو. خلاص انا خلصت كده اهو، بصوا ابتدى يجبن معايا، فده كده خلاص البشاميل بتاعي ربط. ارفعه من على النار واطفي العين، ناقص بس اللحمه. هنسيب بقى اللحمه دي تستوي في دقايق كده لحد ما تستوي كلها واللون الاحمر ده كله يضيع، ونرجع نكمل مع بعض. خلاص كده اللحمه بتاعتنا استوت اهي بالشكل ده. بصوا معلقه الدقيق خلت اللحمه ايه بتاعتنا كلها فلفلت بعد ما كانت اللحمه سمينه جدا، ودي برده ايه معلومه كده من ضمن الحاجات اللي بنتميز بيها. تعالوا بقى نشوف هنقفل بقى المكرونه بالبشاميل بتاعتنا ازاي عشان نحط طبقه مكرونه وطبقه لحمه وطبقه بشاميل والوش بتاعنا يبقى ما فيش حد بيعمله احسن مننا. اول حاجه هتجيبي اي حاجه بوله كده صغيره او اي حاجه، وناخد شويه بشاميل، دول يا دوب كده يكفوا ايه الوش بتاعنا. وهناخد قلنا صفاره البيضه، ينفع تحطي عليها جبنه موزاريلا على الوش، طبعا فرق
التكلفه هنا هيكون عالي جدا. واحنا لو عندنا ايه جبن هنعمل الصوص بتاع الجبن احنا هنعمله دلوقتي. صفار بيضه واحده، واقلب على شويه بشاميل صغيرين كده هنا، ودول كده بتوع ايه، دول بتوع وش الطاجن. طيب بعمل صينيه البشاميل كويس جدا يا شيف، بس للاسف بتلزق مني فين في الصينيه بتاعتي، ولما اجي اقطع بقى الاقي ايه نص القلب مستوي كويس والوش بس القعر بتاع المخونه محروق. حلها ايه؟ ان احنا نجيب زبده او زيت او سمنه اي ماده دهنيه يعني، وندهن البايركس بتاعنا زي ما انا عامل كده بالزبده، الزبده احسنهم. بعد كده هجيب المكرونه المسلوقه بتاعتي احطها في بوله كده مثلا، واقوم واخد شويه من اللحمه المفرومه عشان اطعم كده بيها، مش كتير يعني، شويه صغيرين، واخلي الباقي النص الصينيه مع معلقتين مثلا او معلقه من البشاميل كده، وابتدي اقلب المكرونه بتاعتي بشويه البشاميل دول مع شويه اللحمه المفرومه، عشان ما يبقاش الوش بس هو اللي طعمه حلو والحته اللي من تحت هي اللي طعمها حلو، لا انا عايز حتى المكرونه بتاعتي كل معلقه او كل شوكه باكلها استمتع بيها. اقلب كده، بصوا المكرونه ابتدت ايه تلزق في بعضها. هنيجي بعد كده عند الصينيه بتاعتي، هقوم واخد شويه بشاميل هنا وفاردهم في البايركس بتاعي او الصينيه اللي موجوده عندي، واقوم واخد معلقه كده وفارد كل ده على كل الجنيه. طبعا البشاميل اهو ماسك نفسه، وكمان لما هيبرد هيمسك، ولما يخش الفرن برده هيمسك، فما تقلقيش خالص من موضوع ان انت تعملي بشاميل وفي الاخر يكسفك يعني. ننزل بعد كده بايه؟ بشويه المكرونه اللي عليهم اللحمه بشويه البشاميل في الصينيه بتاعتنا، نفرد كده. بعد كده هاخد اللحمه بتاعتي وابتدي افردها في كل فين بين الطبقه دي والطبقه دي. هقوم فارد اللحمه كده، ينفع نبدل اللحمه دي بفراخ، بفراخ بالمشروم، بخضار، بسجق، بسوسيس، باي حاجه احنا بنحبها. طبعا كل واحد ليه حريه ان هو يحط اي حاجه بيحبها. بعد كده هناخد شويه الباقيين دول انزل بيهم هنا كده على الوش التاني، ونقوم فردينهم كده. عندنا شويه مكرونه باقيين مننا هم خساره برده ايه نرحل شويه، ننزلهم برده معاهم، وهنفرد الصينيه بتاعتنا على الوش كده. عايز الطبقه بتاعت فوق دي كلها تبقى سوا واحد عشان البشاميل ما يختص لتحت، وكمان عشان ساعات كده في حبات مكرونه بتطلع لبره او تبقى واقفه فما تخش الفرن تتحرق. انا عايز الصينيه بتاعتي ما يبقاش فيها غلطه واحده. هقوم نازل بقى بشويه البشاميل دول كده على كل الصينيه، وزعهم. ما نخليش اي حاجه عشان البشاميل ده، طبعا احنا ايه حاطين له كريمه لباني وحاطين له جبنه رومي ولبن، والموضوع فيه صرف كتير يعني. فناخد كل حاجه باقيه منه. بعد كده نفرد. بصوا بقى هنا هبتدي انزل الحروف دي كويس كده عشان البشاميل بتاعي يختص ويغطس لي كل الاماكن اللي في الجناب دي، ما يبقاش في حاجه مفتوحه او في حاجه تدخل حراره فتنشف الصينيه من الجناب. وعلى قد ما اقدر احاول ما اوسخش الحروف بتاعه الصينيه عشان ما تتحرقش، وساعه الغسيل بقى ايه يبقى الناس كلها كلت في البيت وست البيت بس او امنا يعني هي اللي في الاخر الحاجه بتاعه الغسيل تعبان. عملنا كل ده، اخر حاجه بقى شويه البشاميل اللي ايه اللي هم بالبيض، هنزلهم بقى تاني كده، بس دول لازم انزلهم على كل الوش عشان الحبه اللي هيجوا على الوش هم اللي هيتحمروا، فحاول على قد ما اقدر كده اوزعهم على كل الصينيه بتاعتي. ناخد برده الباتيول بتساعد اهي، لم كده كل البشاميل الباقيين دول. وهي دي سر البشاميل او سر جمال طاجن البشاميل في كل المطاعم وفي كل الاماكن او في كل البيوت، شويه الصفار البيض مع شويه البشاميل دول، حاجه بسيطه جدا بس بترفع لنا مستوى ادائنا ل 300 درجه. بصوا بقى الشويه اللي عليهم بيض لازم اوزعهم على الوش كله، لازم على قد ما اقدر كده احاول ما اسيبش اي حاجه. وبعدين شويه البشاميل اللي بياخدوا صفار بيض بيكون لونهم اصفر شويه، فاحاول ايه اتاكد ان كل الوش بتاعي لونه البشاميل اللي ايه المصفر. بعد كده الفرن بتاعي لازم لازم يكون الفرن بتاعي شغال ويكون سخن. هنقول بسم الله كده، وناخد بقى الطاجن الجميل بتاعنا ده ندخله الفرن ونسيبه من ساعه الا ربع لساعه. يفضل طبعا انت تحطيه على الرف اللي تحت في الفرن لحد ما يستوي كويس جدا، او لحد ما يعدي ساعه الا ربع، واخر ربع ساعه
هنرفعه قريب من الشوايه بتاعتنا، لان ساعات افران كتير ما بتكونش كل الشبكه شغاله واحده، او النار بتكون متوزعه في النص او على الجنب او تلتين الفرن. فهنبتدي ان احنا بعد ساعه الا ربع نبتدي نلف الصينيه بتاعتنا على حسب درجه حراره فرننا عشان يكون عندنا احسن بشاميل ممكن نعمله في البيت. خلاص كده الساعه بتاعتنا عدت، تعالوا نشوف نتيجه المكرونه البشاميل بتاعتنا عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحه بقى ايه الجبنه والكريمه اللباني على البشاميل، خلي الواحد يجوع كده وهو بيفتح الفرن بتاعه. اعتقد ان الوش يعني في منتهى الجمال، وزي ما انا قلت لحضراتكم ان احنا دايما عندنا الفرن معظم الافران اللي موجوده بيكون جنب وجنب، الجنب ده متحمر حلو اهو، الجنب ده لسه. تعالوا بقى نشوف الصوص الشهير اللي في كل المطاعم اللي كل الناس دايما بتسالني عليه، وهو صوص الجبنه السايحه. عندي جبنه شيدر حمراء، وعندي جبنه موتزوريلا، وعندي جبنه رومي، وعندي كريمه لباني. انا هنا ليه حطيت على الجبنه بتاعتي جبنه رومي؟ عشان الطعم بتاعي ما يبقاش عادب، وما احطش توابل خالص. هحط الكريمه اللباني في طاسه كده على النار، وقبل ما تسيح هنزل، او قبل ما تنشف يعني، هنزل عليها بالجبنه الشيدر الحمراء او الشيدر الصفراء المبشوره، ويفضل طبعا ان تكون الجبنه بتاعتي شيدر حمراء. وهي كده على النار هبتدي اقلب لحد ما ايه الجبنه المبشوره بتاعتي دي تسيح مع الكريمه اللباني وتبقى صوص الجبنه بتاعتي. طيب هاخد الخطوه الثانيه وهي الجبنه الرومي، وما احطش رومي كتير عشان ما تحدقليش الصوص، او لو هي قديمه يعني وحادقه قوي فايه اقلل الكميه بتاعتها شويه. نبتدي نقلب كده عشان البشره بتاعت الجبنه تبقى طبعا مش كلها فيها زي كور صغيره كده، فهبتدي اقلب على النار، ويفضل تكون نار هاديه عشان الجبنه بتاعتي تسيح وتبقى مظبوطه. وبعد كده الخطوه الاخيره هحط الجبنه الموزاريلا بتاعتي كلها، وما ينفعش الجبنه تكون متجمده، يعني ما ينفعش تكون خارجه من الفريزر، لازم تكون طالعه من الثلاجه او من الفريزر من قبلها بيوم عشان تسيح وتظبط معايا. ولازم اقلب كده على طول عشان الصوص بتاعي ما ايه ما يشطش من تحت، ويبقى ريحته شياط او طعمه في سنه شياط بعد الجبن الكتير قوي دي في الاخر تبوظ مننا. هدوب كده دقايق وهلاقي كل حاجه ساحت، والموضوع بقى ايه صوص الجبنه الرهيب. طبعا الجبنه الشيدر لسه ما صحتش، الموتزاريلا لسه ما صحتش مع الشيدر، اول ما تسيح الموضوع هيبقى ايه جميل جدا. لازم اقلب كده عشان كل حتت الجبنه الموتزاريلا تسيح. تعالوا بقى نشوف نتيجه الصوص بتاعنا. هنيجي على البوله اللي قدامنا دي ونبتدي، طبعا المفروض احنا نقطع كل واحد نقطع له قطعه، وبعد ما نقطع القطعه بتاعتنا نحط بقى شويه من الصوص الجميل ده. طبعا الموتزاريلا مع الشيدر مع الرومي الموضوع ايه يعني يجوع اي حد، مفيش حد بقى يقول لي عامل دايت وهقدر امسك نفسي. الحد اي حد عامل دايت او بياكل بيحب الجبنه دي ويقاوم اللي احنا عاملينه النهارده على الغداء بتاعنا او على العشاء. بصوا سلام. تعالوا نشوف النهارده احتاجنا ايه عشان نعمل البشاميل ونعمل صوص الجبنه. اول حاجه نص لتر من اللبن عليه ربع لتر من الميه، والميه مش هتقلل من قيمه اللبن بتاعنا، بالعكس هيكون طعمه كويس، مع مكعب مرقه، نص كوبايه من الكريمه اللباني، قطعه جبنه رومي. بعد كده عندي نص كوبايه من الزيت، مكعبين من الزبده، كوبايه من الدقيق. بعد كده عندي صوص الجبنه الرومي، وكان ربع كيلو من الجبنه الشيدر الحمراء، 100 جرام من الجبنه الموتزاريلا، 50 جرام من الجبنه الرومي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم بكره في نفس الميعاد في كل يوم جديد مع محمد ابراهيم، والسلام ختام.